ماشي بابا، ماشي، سلام حبيبي. اخباره ايه امر؟ كويس، عايز يتجوز تاني يا ستي. يتجوز مين؟ طنط بوسينة بنت عمه، كان بيحبها قبل ما يقابل ماما. طب وما اتجوزهاش ليه من الاول؟ ما هو كل شويه كان بيتجوز. لا بصي بقى، بابا اتجوز على ماما مرتين واتطلق، وجوز اتنين تانيين واتطلق. ماما كانت ممكن تقبل اي حد لانه عارف ان هيتجوز شويه ويطلق، الا طنط بوسينة، عارفه ان هي كانت الحب الاولي. متهيألي مامتك كانت عايشة حياة كلها سسبنس. مؤامرات وخطط بس خلي بالك، هي الوحيدة اللي فضلت على ذمته لحد ما ماتت، كان بيعشقها. بس سبحان الله، انت مش طالع لباباك خالص، عكسه تماما. بتحب تلعب على المضمون، بتخاف من التغيير، تقليدي يعني. ايه يا حبيبتي؟ تحب اتجوز عليكي؟ لا طبعا. عموما سيبك، أنا نازلة. الله، نازلة فين؟ مش قلنا هنشغل فيلم ونعمل فشار ونسهر سوا؟ لا لا لا، أنا خارجة أشوف فيروز. اشمعنى؟ عادي يعني، هنخرج كده نقعد نرغي في أي حاجة. أيوه، هتروحوا فين يعني؟ فريد يا حبيبي، أنا بقعد في البيت مخصوص عشان خاطرك. بس أنت كمان بيتوتي بزيادة، مش كل ما هقول لك إن أنا خارجة هتقلب لي وشك يعني. طب ما تخرجي معايا، أنت قلت لي يلا نخرج قلت لك لأ. عشان أنت بتخرج غصب عنك يا فريد. ولما بتخرج بيبقى نفسك ترجع البيت، ولو خروجه اتلغت بتبقى في قمه السعاده. يعني بتقفلني من الفكره قبل ما تبتدي اساسا. اخرج معاك لما احس ان انت حابب تخرج معايا، مش بتعمل لي جميله. خلاص خلاص، اخرجي زي ما انت عايزه، وانا كمان اشوف حد من اصحابي يروح اي كافيه ولا حاجه. طيب تمام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انتي خارجة انتي وفيروز بس صح؟ هاني مش جاية. انت غريب قوي يا فريد، وايه المشكلة لو هاني جاية؟ مش كفاية مستحمله معاكي في الشغل؟ كمان هتخرجي معاه؟ ايه، خارج مع المدام والموظفة بتاعته؟ ايه ده؟ ايه الأفكار دي؟ وايه الموظفة بتاعته دي؟ أنا مش بتاعت حد. أنا آسف حبيبتي، مش قصدي، بس انتي عارفة كويس قوي إن هاني سمعته زي الزفت. ما بحبش إن حد يشوفك خارجة معاه، حتى لو معاه مراته. ماشي يا فريد، عموما اطمن، أنا خارجة أنا وفيروز لوحدنا. بصي أنا بعرف أبسط نفسي، مش بسمح لأي حاجة تضايقني إلا إذا تستاهل، حتى لما بزعق المنصورة الشغالة طلعها عيني طبعاً، بس حتى دي ببقى بزعق من بره. أنتِ عارفة دماغي. أنتِ أصلاً من أكتر الناس اللي بيثبتوا لي إن الدنيا دي فعلاً بتغير البني آدمين. اللي يشوفك زمان وأنتِ رجالة مصر كلها بتجري وراكي ما يشوفكيش دلوقتي، وأنتِ جوزي وبيتي وبنتي. مين دي؟ على فكرة أنا لسه زي ما أنا، بحب التنطيط والخروج والسهر، والرجالة لسه برضو قارفيني في حياتي، بس كل الحكاية أني برتب أولوياتي مش أكتر. قوليلي أنت عاملة إيه مع فريد؟ لا سيبك مني أنا، قوليلي أنت عاملة إيه مع هاني؟ هاي. هلو، أخيراً. والله أنا مش مصدق نفسي. حلو قوي البرفيوم ده. هو أنت كده عندك كل حاجة من الآخر؟ إيه بقى؟ زن زن زن، نتقابل أقول لك لأ، مفيش فايدة. سنة دلوقتي تقريباً؟ وست شهور وست أيام وست ساعات وست ستات. بغض النظر عن الأوفر اللي أنت فيه، بس أنا جو التثبيت والكلام الفيك ده ماليش فيه، بيقفلني. شوفي بقى، أنا آخر واحد في الدنيا يتقال له الكلام ده. أنا كل كلمة بقولها لو مش حاسسها وطالعة من قلبي ما بعرفش أقولها. وبعدين لو أنا مش بحبك زي ما أنا دايماً بقولك، ما كنتش هصبر عليكي سنة ونص دلوقتي ولا إيه؟ بص أنا ما بحبش أعرف راجل متجوز خالص، طول عمري الموضوع ده مرفوض بالنسبة لي. أنت واقف ليه؟ ما تطلع. أيوة صح. فهاني حد محترم وبيحبني، وأنا مش عاوز أكتر من كده يعني، وكمان هو أب كويس جدا. طبعا. ايه ولا انت شايفة ايه؟ بصي انا عارفة ان هاني عينه زايغة، يعني ممكن يبص يتنح شوية، بس مش اكتر من كده. هاني بيحبني جدا، انا عارفة ده. ولا انت شايفة حاجة تانية؟ انت برضو معاه في شغله؟ لا بس عادي يعني،
مفيش حاجة معينة شايفاها. أمال لو شفت أي حاجة هقولك أكيد. لا لو شفتي ما تقوليليش لأني مش هصدق. هايل، أنتي صح. بس بقولك إيه يا فيروز، ثقتك دي أنتي جايباها منين؟ عشان أنا شايفة إني أنا مريحة جدا، واخدة بالي منه، بربي سارة كويس، واخدة بالي من بيتي، مانيش ست مزعجة ولا متطلبة، مش هتكلم بقى في إني شكلي حلو كده، يعني أكيد مش ده المهم. أكيد يا حبيبتي شكلك حلو، شخصيتك أحلى كمان. الراجل اللي معاه ست زيك مش المفروض يبص بره أبدا. أنا ما بقتش شايف غيرك صدقيني. ولا ما باكلش بالكلام ده صدقني. أنت عارف إن أنا ست قوي، وعارف كمان أنا كنت متجوزة مين، ولما أفكر بس يأذيني عملت فيه. ده اللي مخليني مستغربة إن أنت بتفكر تلعب معايا وتقرب مني، وأنت عارف إنك لو بس فكرت تضايقني هعمل فيك إيه. بالظبط كده. علشان كده أنا عمري ما هفكر إن أنا أضايقك. بس انت لازم تصدقيني، فكره انك متجوز بس مضايقاني. انا فاهم ده كويس، بس انا عندي بيت وعندي عيله وعندي بنت، ويعني مش عايز اهدها بصراحه، بس في نفس الوقت مش قادر اقاوم نفسي اني ما اقربش منك. مستعد اعمل المستحيل علشان خاطر تبقي ليا واعوضك عن اي نقص عندي. ده بجد. بصي هو فريد كويس قوي، ستات كتير بيحسدوني عليه يعني، بس عارفه لما تبقي قاعده تسمعي مزيكا ما فيهاش بيت، مونوتون، ده مع الوقت بيبقى ممل قوي، بيخنق. فاهماني؟ فاهماكي طبعا. انت طول عمرك بتحبي الباد بوي اللي مقضيها وبتاع حوارات واللي يتنك عليكي. انت صنف زفت يا روحي. لا مش للدرجه دي على فكره. كل الموضوع ان انا ليا ذوق خاص، يعني طول عمري بحب احمد رمزي مثلا مش عبد الحليم، بحب رشدي اباظه مش شكري سرحان. فاهمه قصدي؟ بحب ده، عارفه؟ فهمك يا مجنونة. فهمك. جيتي هنا قبل كده؟ 100 مرة. لا بس المرة دي غير. هنشوف ولا أي حاجة نيجاتيف، بالعكس لازم نسيب الدنيا تمشي، ما نزعلش إلا على التفاصيل اللي تزعل فعلا. بصي أنا ما بحبش النكد، والرياضة عموما واليوجا ليها دور كبير إنها تبعد عني أي نيجاتيف ثوتس. ايه ده في مالك؟ ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه هنا؟ مفاجأة. صدفة فظيعة. ايوه مفيش، انا لقيت عربيتك واقفة بره فقلت ادخل اسلم عليكي. بس حبيبي انا ما جيتش بعربيتي، انا جيت بعربية رندا. ايوه ما انا شفت عربية رندا، ما انا عارف يا حبيبتي ان انت معاها عشان كده قلت ادخل اسلم عليكي. اوكي. مساء الخير. رويدة ازيك يا روحي؟ وحشتيني قوي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا عارفه انت ما تعرفينيش، بس ممكن تكوني سمعتي اسمي. انا رندا عبد الحميد، سيلز اند ماركتنج مانجر في شركه هاني عرفات. اللي قاعده هناك دي تبقى فيروز مراته، وهو اكيد ما كانش يعرف ان هي موجوده هنا. وانت كمان حد ليكي قيمتك ومكانتك في المجتمع، فبليز ما ينفعش نعمل اي موقف يخلي شكلنا وحش من فضلك. الحيوان ده انا داخله مع المكان قدام الناس وجاي معاه في عربيته، وهو جري زي الارنب لما شاف مراته. وكويس انك وقفتيني عشان ما ينفعش اقلل من نفسي عشان واحد زي ده. بس قولي له لو لمحته في مكان مش هخلي له كرم. سوري دي واحده صاحبتي كده. شفتي البي ده اللي جاي تجسس عليا؟ جسس ايه بس يا بيبي؟ بس انا ما ينفعش يعني ابقى شايفك في مكان وما ادخلش اسلم عليك. بقولك ايه، انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع ناس مهمه جدا، ما تاخريش. ماشي يا روحي، انا مش هتاخر. اوكي يلا باي. باي 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 باي. رهيب هاني جوزك ده، رهيب. رهيب ازاي؟ خطير يعني، بيعمل لك مفاجآت كده ويجي لك فجأة. رهيب. عربيتي يا ابني بسرعة. برافو يا بيبي، أحسن حاجة عملتيها بجد، بجد بهرتيني بذكائك. سوري يعني على الموقف الزبالة ده، بس دي مراتي يعني. من فضلك تعالى. أنا بكلمك على فكرة. الراجل ده بيعاكسني. مستر هاني عرفات؟ إزاي يا فندم؟ بعدين لسه داخل مع حضرتك من 5 دقايق. روح أنت عبد الرحمن، هنا مزعلانة شوية. أنا يا فندم. هو أنت عبيط يا ابني؟ متخيل بعد موقف الزبالة اللي أنت عملته جوه ده، متخيل إن أنا ممكن أبص في وشك تاني؟ روح أسأل الموظفة بتاعتك أنا قلت لها إيه. يلا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ رويدة إحنا في الشارع. الو؟ ايوه؟ اه انا شفتك. طيب انا جاي.
الله يخرب بيتك يا خالد الكلب ويخرب بيت نبرك. يعني انت عايزه تقنعيني فجاه لقيتوه قدامكم كده؟ لا يا فريد والله انا مش عايزه اقنعك باي حاجه، انا بحكي لك اللي حصل. انت بقى عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك. انا مش قصدي اشكك فيكي، بس برضو من حقي ان انا استغرب. يعني الحاجه الوحيده اللي بوصيكي عليها بتحصل. والله في حاجه في الدنيا اسمها قدر، في حاجه اسمها صدف، وانا ما بحبش حد يحاسبني عن حاجه انا ماليش ذنب فيها، حاجه انا مش مسؤوله عنها. خلاص حبيبتي خلاص ما تزعليش. خلاص يا فريد. يعني في الاخر انا بغير عليكي، وده بحد ذاته مش المفروض يضايق ولا ايه؟ خلاص يا فريد اقفل الموضوع، انا هنام تعبان، وبدفع الكريدت كارد بتاعي، هروني مكالمات. كام؟ مش فاكره، بص في الموبايل بعتني مسج. ثلاثة آلاف جنيه. التلاجة فيها حاجة غلط، مش عاجبني تبريدها، هي مش لسه في الضمان؟ اه في الضمان. مالك متنشر كده ليه؟ على فكرة أنا اللي المفروض أبقى متضايقة مش أنت. أنت بصيتي على الواتساب بتاعك النهاردة؟ لا ما بصيتش. اشمعنى؟ بصي عليه لو سمحتي عشان في حاجة محتاجة تفسير. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ ما الأسهل إنك تبصي على الواتساب عشان تعرفي تردي عليا. اوكي طب ايه بقى؟ انت ليه بقى؟ فسري لي الرساله دي. لا قبل ما افسر لك اي حاجه، انت ليه بتفتش في موبايلي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انك بتشك فيا. مش انت اللي طلبتي مني افتح التليفون ابص على الرساله بتاعت البنك وهو بعت ساعتها؟ حتى لو مش المفروض تفتحها. وبعدين مسج عاديه جدا يا فريد، الراجل بعت لي مسج بيشكر لي فيها عن موقف كويس حصل بيني وبينه امبارح، ايه المشكله؟ اه اللي هو ايه بقى؟ مش هقول يا فريد، مش هقول عشان حاجه ما تخصنيش. لا معلش يا رندا محتاجك تقولي لي، لانك لما قلتليش هيبقى عندي علامه استفهام كبيره قوي.